ليست ثورة وليست سلمية، وإن جاهدت فضائيات الفتنة والتضليل لتصويرها على هذا النحو، وإن اضطرت هذه الأبواق للاعتراف بالسلاح وعمليات القتل، إلا أن لها ما يبررها حسب ادعاءاتهم. اليوم يخرج من يسمون أنفسهم بالمسؤولين عن الحراك في الشارع السوري ليؤكدوا كذب تلك الفضائيات. المدعو أنس العبدي من لندن يؤكد دخول السلاح إلى سوريا من دول الجوار وإنها ليست بثورة سلمية. أما صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية فتنقل تصريحات للمدعوة بسمة قدماني تؤكد فيها أن دولا غربية تقوم فعلا بتزويد المسلحين بمعدات عسكرية تضم تكنولوجيا الاتصالات العسكرية ودروعا واقية ومناظير ليلية، إضافة إلى أن ما أسمتهم بحلفاء آخرين بدأوا بإرسال أسلحة فتاكة. وهذا المدعو محمد رحال يعلنها جهرا ودون مواربة: نقبل الدعم المالي والعسكري حتى من إسرائيل ولو أدى ذلك لخراب سوريا. أما مجلس إسطنبول فهو حسب رحال نفسه ليس سوى مجموعة من المتسلقين على دماء الأبرياء، وأعضاؤه طفيليات سياسية مصنوعة في الدوحة. بعد تهديدات بالكشف عن مزيد من فضائح المدعوة بسمة قدماني، ألقت فرنسا بثقلها للحفاظ على موقعها المتمثل بقدماني نفسها في مجلس إسطنبول، وسارعت بتوجيه أمر مباشر لبرهان غليون، مفاده أن وجودك في رئاسة المجلس مرتبط بوجود قدماني فيه، وأن عليك الدفاع عنها حتى النهاية. مجلس غليون بدأ مهمة الدفاع عن أعضائه بالكشف عن وجه جديد لعلاقاته مع الإسرائيليين، فهدفهم حسب ما قال رياض معسعس الناطق الصحفي باسمهم إسقاط النظام السوري، وليس إقامة حكومة تعادي إسرائيل أو تهاجمها. معسعس هذا جدد التأكيد على أن مجلسه في حال وصوله للحكم سيقطع علاقاته مع إيران وحزب الله، مقدما أوراق الاعتماد والتطمينات لإسرائيل بتعهده بأن مجلسه سيعمل على تحرير الجولان بالمفاوضات فقط. توحد صرخاتهم الداعية لتسليح أدواتهم يقابلها تشرذم مجلسهم وخلافاته التي بات من المستحيل إخفاؤها. وبعد خذلانهم المهين في مؤتمر أعداء سوريا خرجوا يجاهرون بما أخفوه من اختلافات في صفوفهم، فالبعض منهم أعلن استقالته، وآخرون أسسوا ما أسموه بمجموعة العمل السوري وأقاموا مكاتب خاصة لها، ومن بقي يتنقل هنا وهناك قبل انفراط مؤسسته التآمرية دون رجعة. العاصمة الأردنية عمان وحسب مصادر إعلامية تعج بالأغراب، وأحد فنادقها الفخمة حجز بالكامل لنزلاء ليبيين وآخرين أتراك ليبيون قيل إنهم وصلوا الأردن للعلاج من إصابتهم خلال المعارك الليبية. لكن ماذا عن الأتراك؟ تكشف مصادر أردنية مطلعة أن الأتراك هم من رجال الاستخبارات، مهمتهم لقاء الليبيين الذين دخلوا الأردن متلطين بإصابة مزعومة لدراسة السبل وكيفية العمل على تسللهم لسوريا. وعلى جانب آخر من الحدود السورية مع لبنان تحديدا، كشفت عشرات الأسر اللبنانية أن بعض الجهات المعروفة بتحريضها على سوريا جمعت أبناءها بدعوى المشاركة في نشاطات اجتماعية، ليتبين لاحقا أنهم يقاتلون في سوريا إلى جانب الإرهابيين. ومع توارد معلومات عن مقتل عشرات المسلحين غير السوريين في حمص، بات هؤلاء الأهالي يترقبون وصول جثث أبنائهم وسط سخط عارم على الجهات اللبنانية التي كانت وراء إرسالهم إلى سوريا، تقول كثير من وسائل الإعلام اللبنانية.
في العاصمة الأردنية عمان.